للحديث عن تطورات ثورة تشرين معنا من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد سنجري. مرحبا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. ومن بغداد الناشط في تظاهرات السيد زيد أسعلي. سيد زيد مرحبا بك. ألف تحية لكم أيها الغياب. حياك الله. أبدأ معك أستاذ زياد السنجري. يعني بداية أستاذ زياد، السلطة أصرت على مرشحها المرفوض لرئاسة الحكومة، ألم تدرك القوى السياسية أن الثورة لن تقبل بالحلول الترقيعية؟ هذا إذا افترضنا أن هذا أحد الحلول الترقيعية. تنصيب علاوي، محمد توفيق علاوي، هو مشكلة وليس حل ترقيعي، باعتبار أن محمد توفيق علاوي شخصية لا تصلح لإدارة البلاد لأسباب كثيرة وعديدة، ولكن أهمها أنه مرشح تسوية مثل عادل عبد المهدي ما بين سائرون والفتح، وهذا يعني أنه مقيد بشكل كبير بأي قرار سياسي لأنه مكشوف في الغطاء ولا يمتلك أي ثقل برلماني ولا أي جهة تدعمه سوى الجهات المتنفذة التي دعمت عادل عبد المهدي. إذن هو مشكلة وليس حل، وهذا ما أدركه المتظاهرين الأبطال الثوار تشرين في العراق الذين قالوا كلمتهم واضحة وصريحة وعلنية بأن محمد توفيق علاوي لا يصلح بتاتا لأن يكون رئيس وزراء، فهو لا يستطيع أن يقدم شيء حاله كحال من سبقه عادل عبد المهدي وكل الطبقة السياسية التي تحكم الآن في العراق بمختلف الكتل بسنتها وشيعتها وكردها ومسيحية. كل هذه الكتل هي كتل فاشلة للأسف ولا تستطيع تقديم شيء فعلي للعراق والمتظاهرين. طيب أستاذ زيد، يعني كيف هي الأجواء في ساحة التحرير بعد أحداث الأمس واليوم، خصوصا بعد محاولة الانقلاب على الثورة؟ السلام عليكم، تحية لك ولضيفك وللمستمعين. المظاهرات بالأكس يعني بدل ما كانوا يتوقعون أنه تفض وتنتهي، لكنه خروج الطلبة والشباب منددين بهذا التطرف طبيعي. يعني لا تنسى أنه التيار الأحرار جماعة السيد مقتدى كانوا مشاركين بالحكومة يعني بالعملية السياسية ولم يغادروا السيد، يعني ما غادروا الحكومة ولا العملية السياسية، مشاركين من بداية الوقت إلى حد اليوم. والفساد أيضا حتى في وزاراتهم اللي استلموها وفي مناصبهم اللي استلموها لم يكونوا نزيهين ولم يكونوا أفضل من الحكومة نفسها من الأحزاب الباقية. للأسف الشديد أنه هو يعني بهاي التقلبات اللي يستمر بها قاعد يفقد من يعني من جماعته هواية، فيهم الوطنيين وفيهم المثقفين. من شاء يعني هذه العملية اللي قام بها أثرت عليهم بالذات هم نفسهم. ابقى معنا أستاذ سيد زيد أساعدي. بالعودة إليك سيد زياد السنجري الصحفي العراقي، ثوار تشرين بدأوا بتصعيد حراكهم السلمي منذ أن بدأت هذه الثورة، رفضا أيضا الآن خلال هذه المرحلة رفضا لتكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة. ولكن أستاذ زياد، كيف ستنعكس هذه الأحداث يعني وخصوصا رفض تكليف محمد علاوي على يعني مجريات ثورة تشرين؟ هناك تعنت حكومي، كيف سينعكس على الثورة؟ هو ليس تعنت حكومي، هو تعنت إيراني. اليوم الحكومة الحلقة الأضعف، النظام السياسي في العراق هو الحلقة الأضعف. هناك ما هم الكتل والأحزاب التي تتحكم بالحكومة العراقية مثل التيار الصدري الذي يمتلك عدد كبير من المقاعد في البرلمان وقائمة البناء الفتح وغيرها من القوائم الأخرى المنضوية تحت لوائها. لذلك هذه الكتل هي أقوم الحكومة، كذلك هذه الكتل هي مجرد أداة تنفيذ بيد إيران. إيران لا تريد أن تخسر العراق لأي سبب من الأسباب،
تدعي بأن العراق ساحة ولا تريد خسارته كونها في صراع مع الولايات المتحدة، ولكن هذا الأمر مؤسف ومخجل كون العراق رفض الاحتلال الأمريكي، وشاهدنا بأم العين الأحداث التي مرت على العراق. كل العراقيين قاوموا الاحتلال الأمريكي، ولكن ولا نريد الاحتلال الأمريكي ولا نريد الاحتلال الإيراني. لذلك تريد قمع المتظاهرين بكل طريقة ممكنة عبر سياسة الترغيب. طيب أستاذ زياد، عذرا يعني للمقاطعة، ماذا وجدت إيران في محمد توفيق علاوي؟ يعني محمد توفيق علاوي يجب أن نعلم بأنه ولكن ذات خلفية إسلامية دينية تتجه باتجاه معين، وهو من الناس الذين تركوا العراق في المرحلة الأخيرة في دراسته وذهب إلى بيروت ثم جاء بعد 2003. فإذا توجه هذا الشخص مثله مثل الطبقة السياسية التي في العراق، وهو محكوم بقضايا فساد ب7 سنوات من السجن، ومشارك في دورتين كوزير اتصالات وإن استقال من منصبه. لذلك طيب. وهو يعني بينهم أقارب وصهر بينه وبين مقتدى الصدر وغيره من الطبقة السياسية، ابن أخ مقتدى ماخذ ابنته وهكذا. إذا هو من ضمن الحاشية ومن ضمن الجهات التي ممكن أن تكون أمينة في تنفيذ متطلبات استمرار نعم الحالي في العراق والطبقة السياسية وسيطرتها على المشهد السياسي. نعم، ابقى معنا أستاذ زياد. أستاذ زيد، يعني الأحداث الأخيرة التي حصلت في بغداد وباقي المحافظات، ألم تظهر حقيقة الأحزاب واضحة وجلية، خصوصا تلك التي تدعي الإصلاح؟ إذن ما هو الحل وكيف ستقوم، يعني ماذا ستفعلون؟ وشيء طبيعي بالنسبه للتظاهرات المستمره، ولا يعني اللي ينطي 600 شهيد واكثر واكثر من 12 مصاب جريح، ما ممكن ان يخرج من الساحه فارغ اليدين. الشعب اليوم يعني اصر على انه لازم تتبدل العمليه السياسيه، ولازم تنتهي هاي الاحزاب الفاسده اللي قادت البلد الى الهاويه خلال هاي الفتره ال 16 سنه. نعم. احنا يعني انا يوم الجمعه كنت في ساحه التظاهرات، واكثر من لقاء التقيت يعني بالزملاء يعني بالمحتجين، لكن يعني هي طولت الفتره هاي الطويله الى يعني كلت يأس عند البعض، كفت شوي خصوصا بعد انسحابه، صارت اعتداءات على المحتجين اكثر، لانه كان يعني ما قبل الانسحاب كان اكو شوي لهم هيبه، ما حد ممكن ان يعني يقدر يعني يأذيهم. نعم. لكن شافوا انه راح يخرجون من العمليه السياسيه، فاصروا على الالتفاف بهالطريقه. طيب سيد زياد السعدي، نعم ابقى معنا لو سمحت. بالعوده اليك استاذ زياد السنجري، يعني على ماذا تراهن الحكومه الان؟ يعني هناك محاولات كثيره لضرب ثوره تشرين من باطنها، يعني هناك اطراف سياسيه كثيره عملت على ذلك. على ماذا تراهن الحكومه؟ زخم الثوره مستمر، وهناك قمع وهناك تسويف حكومي. نعم، الحكومة، قبل أن نذكر مسألة مراهنة الحكومة على ماذا، علينا أن نعرف أن الحكومة فشلت في كل شيء، فشلت بالتعامل مع المتظاهرين ومع المحتجين والمعتصمين والثوار في العراق وفي مختلف الساحات، والدليل هناك عدد كبير جدا من الشهداء والجرحى، وصل إلى 600 أو 700 شهيد وأكثر من 20 ألف جريح. إذا الحكومة فشلت. من تعهد بإنهاء المظاهرات مقابل أن يتولى أحد من طرفه رئاسة الحكومة في العراق، رئاسة الوزراء أو التيار الصدري أو مقتدى الصدر، باتفاق مع هادي العامري وبحضور الطرف الإيراني أو إشراف الطرف الإيراني في قم، وتعهد بأن ينهي مسألة المتظاهرين. ولكن الذي حدث بالعكس تماما، ان الكثيرين من التيار الصدري
انشقوا عن مقتضى الصدر، بل أدركوا جيدا بأنه إنسان يتاجر في قضايا العراقيين، وسقط بوجه يعني بنظر الكثير من العراقيين، حتى الذين كانوا ليسوا من أتباع الصدر ولكن بطريقة بأخرى يتجنبون الاحتكاك معه أو يحترمونه. اليوم فقد هذا الاحترام بطريقة بأخرى. اليوم مقتدى الصدر لم يستطيع أن يفي بوعوده التي قطع على نفسه أمام الإيراني وأمام هادي العامري بأن ينهي ساحات التظاهر والمتظاهرين عندما احتل منصة ساحة التحرير، وعندما دخل إلى المطعم التركي أو جبل أحد في قلب بغداد، لكنه لم يستطع إخماد الثورة. ولعل ما حدث اليوم أبسط دليل على ذلك، وهو خروج آلاف الطلاب من مختلف الثانويات والإعداديات والجامعات والمدارس في كل أنحاء بغداد دعما للمتظاهرين في بغداد. إذا مقتدى فشل في هذه النقطة لحد الآن، والحكومة عاجزة أيضا في هذه المسألة. ده كان معنا عبر الهاتف الناشط في التظاهرات السيد زيد الساعدي، شكرا جزيلا لك. وأيضا كان معنا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.